السلام عليكم ورحمه الله وبركاته اعزائي طلبه وطالبات قسم الالكترونيات وقسم الحاسبات بالمدارس الصناعيه اهلا بكم في حلقه جديده من برنامجكم في بيتنا مدرسه ان شاء الله النهارده هنتكلم مع بعض على ماده مهمه أه بندرسها كلنا في قسم الالكترونيات وجميع الاقسام كمان بتدرس الماده دي مع اختلاف طبعا أه بعض المناهج أه على حسب كل تخصص يعني المادة ديت هي مادة التخطيط وإدارة الإنتاج. طبعًا هي المادة مهمة جدًا بالنسبة لطلبة التعليم الفني لأنها بتناقش إزاي الطالب يتعلم إنه يخطط للمستقبل، إزاي يعمل مشروع، إزاي يفكر في فكرة مشروع كويسة ويبدأ ينفذ الفكرة ديت على أرض الواقع، إيه الحاجات اللي هيحتاجها. ازاي يعمل دراسه جدوى للمشروع اللي ممكن ينفذه؟ يعني معناها ان الماده ديت بتاهل الطالب ان هو يخلق لنفسه فرصه عمل. مش مجرد بس ان هو يتخرج من التعليم الفني فيشتغل في احد المصانع. طيب لو الطالب ركز كويس وعرف ازاي ان هو يوفر لنفسه فرصة عمل على حسب التخصص والمجال بتاعه يقدر ان هو ينفذ مشروع حتى لو كان بسيط حتى لو كان بمبلغ صغير جدا في البداية ويبدأ ان هو يكبر المشروع بتاعه دوت خطوة خطوة لحد ما يبقى في يوم من الايام رجل اعمال ويمكن على الساحة في رجال اعمال كتير بدأوا من الصفر ويمكن احنا يعني نسمع وعارفين مين رجال الاعمال بس بدون ذكر اسماء يعني. ربنا طبعا وفقهم علشان تعبوا واجتهدوا فاحنا بنتمنى من طلبه التعليم الفني كلهم ان هم يعملوا اللي عليهم ويتعبوا ويحاولوا ان هم يفكروا في مجال الانتاج. يعني مش مجرد ان هو يبقى كل امله في الحياه ان هو يشتغل في وظيفه يقعد على مكتب أو أنه هو يشتغل مثلا في أحد المصانع لا ممكن يبقى تفكيره أشمل وأوسع من كده بحيث أنه هو يفكر ازاي يعمل مشروع خاص لنفسه وطبعا المشروع دوت يعني يخدم التخصص اللي كان بيدرسه يعني مثلا لو حد زي ما بنقول طلبة الالكترونيات ممكن الطالب بعد ما يتخرج يعمل إيه يفكر مثلا ان هو يعمل مشروع مركز صيانه ويبدا ان هو يشتغل طبعا شغل حر لنفسه فعلشان يعمل مركز صيانه طبعا ويكبر ويبقى شركه كبيره مش معقول طبعا يعني هيجازف كده وخلاص وهو حظه لا طبعا اي مشروع لازم قبل ما يتنفذ لازم احنا بنفكر كويس نشوف ايه هي فكره المشروع ديت ايه هي الخطوات اللي بمشي فيها بالترتيب بعمل دراسه جدوى للمشروع واقدر اعرف مدى الحاجه لاقامه المشروع دوت يعني انا ممكن افكر مثلا في مشروع يكون كويس جدا لكن الناس مش محتاجينه في المكان دوت او في المدينه دي فبالتالي انا لو نفذت المشروع دوت الناس مش مش هتقبل عليه ليه؟ ممكن يكون ليه بدائل او في بدائل كتير موجوده يعني ممكن اجي اعمل مشروع وفي زيه كتير ففرصة نجاحه هتبقى قليلة شوية لكن لما يكون مثلا مدى الحاجة لإقامة المشروع كبيرة يعني الناس محتاجين المشروع دوت بنسبة كبيرة أقدر أن أنا أعمل المشروع طبعا و... ويبقى ليه نسبة نجاح عالية أو متوقع أنه ينجح بنسبة كبيرة ويحقق أرباح فطبيعي أن الواحد يفكر الأول ويرسم الخطة بتاعته بتاع بتاعت تنفيذ المشروع قبل ما يبدأ ينفذ علشان ما يقعش في مشاكل بعد كده آه النهارده طبعا زي ما قلنا هنتكلم مع بعض كده شويه على آه ايه الخطوات اللي ممكن آه اعملها آه لما اكون عاوز اعمل آه مشروع بسيط او مشروع صغير آه قبل ما نخش في الموضوع على طول آه كنت عايز اتكلم في يعني في نقطه كده مهمه ان طالب التعليم الفني يعني بيبقى في الغالب بنبقى شايفين أنه هو ما عندوش الفكر دوت ان هو يتجه لانه يعمل شغل خاص او مشروع خاص لنفسه يمكن علشان ما تدربش على كده فانا بتمنى ان في الفترة اللي جاية نشوف الكلام دوت عمليا على ارض الواقع ويبقى طلبة التعليم الفني بيشتغلوا في المدارس بتاعتهم وطبعا احنا عارفين ان في اقسام عمليه والطلبه بتعمل تدريبات مهنيه كل واحد طبعا على حسب التخصص بتاعه لكن بيبقى كل تخصص مستقل بذاته. يعني الطالب بتاع قسم الالكترونيات ملوش دعوه بالطالب بتاع قسم الزخرفه مثلا ملوش دعوه بالطالب بتاع قسم الكهرباء. كل واحد او كل طالب في التخصص بتاعه وبيدرس المنهج بتاعه وبيعمل التدريبات المهنيه اللي بتخدم المجال بتاع التخصص بتاعه لكن احنا عارفين ان على ارض الواقع وفي الحاله العمليه بيبقى فيه يعني تفاعل وارتباط وثيق ما بين التخصصات المختلفه اذا كان في المصانع طبعا واذا كان في الشركات او لو الطالب او الخريج هيعمل مشروع خاص لنفسه فبالتالي هو مش هيبقى متوقف على المجال بتاعه اللي درسه في في المدرسه او في المعهد بعد كده او في الكليه لا ده بيتعامل مع تخصصات كتير وتخصصات مختلفه ولازم يبقى في تعاون بينهم وبين بعض علشان يحصلوا في النهايه على منتج كامل ويمكن كنت اتكلمت في النقطه ديت من فتره وقلت احنا شايفين يعني بالنسبه للمنتجات اللي موجوده في السوق في نسبة كبيرة أوي منها كلها مصدرها واحد واحنا عارفين طبعا بتبقى جايه منين واسعارها بتبقى رخيصه جدا ومرميه ومر... في الشوارع في كل مكان طيب والمنتجات دي بسيطة وتصنيعها سهل احنا ليه ما نفكرش ان احنا نعلم الطلبة بتوعنا اللي موجودين في المدارس الصناعية ان هم ينتجوا المنتجات البسيطة دي زي دول كتير اتجهت لمجال الصناعه وبعد ما كانت الاقتصاد بتاعها يعني متاخر قوي احنا شايفين النهارده بقت الدول ديت في مقدمه الدول من حيث النمو الاقتصادي طب ده بسبب ايه بسبب الاتجاه للصناعه وما في الصناعه بس الصناعه الكبيره والصناعه الثقيله لا ركزوا في ايه الصناعات الصغيره ومتناهيه الصغر بقى كل فرد في المجتمع بينتج احنا لو عملنا كده والله هنشوف نفسنا في مكان تاني خالص يعني هنبقى يعني هنقفز قفزة كبيرة في مجال الصناعة وفي النمو الاقتصادي احنا عندنا كم كبير جدا من طلبة التعليم الفني الطلبة ديت لو احنا وجهناهم كويس للصناعة والصناعة الصغيرة جداً اللي هي مش محتاجه المعدات تقيله ولا محتاجه تكاليف كبيره وفي مدارسهم الصناعيه نعلمهم ازاي ينتجوا منتجات المنتجات دي تكون تامه الصنع. يعني ما يبقاش الطالب مثلا في على سبيل المثال في قسم الالكترونيات بيتعلم إنه هو يعمل دايره الكترونيه دايره مثلا جهاز ارسال او دايره مكبر بسيطه بتبقى موجوده صحيح في كل الاجهزه الالكترونيه. لكن عمليا هو لما يجي يتخرج طب هيستخدم دي في ايه؟ او ايه المجال الشغل اللي هيقدر ان هو يعمله؟ في التخصصات التانية برضو هنلاقي نفس الكلام بيتم فالطالب بيتعلم ازاي يكون او يعمل تدريب مهني في مجال تخصصه بس التدريب ده ما بيكونش منتج كامل الصنع احنا لو فكرنا بقى ان احنا نخلي بقى فيه تعاون بين التخصصات المختلفة في مدارسنا والطلبة تعمل منتجات وتدريبات تنتج بيها منتجات تمت الصنع في النهاية. يعني ايه؟ يعني مثلا زي ما قلنا المنتجات اللي احنا بنشوفها موجودة في كل مكان ها اه وبنستوردها من بره وبتكون المنتجات دي بسيطة جدا وتصنيعها سهل. في الغالب بتبقى منتجات بلاستيكية. ومتضاف ليها طبعا بقى دايرة كهربية صغيرة أو دايرة الكترونية علشان تعمل صوت انذار مثلا ولا صوت موسيقى ولا فلاشر أضواء يعني علشان تجذب انتباه الأطفال إذا كانت لعب أطفال المنتجات زي الساعات اللي هي اللي احنا بنشوفها برضو بتبقى معظم مكوناتها بلاستيكية في منتجات كتير جدا المنتجات دي لو احنا وجهنا المدارس بتاعتنا ان هم يتعلموا ان هم يصنعوها وكل قسم يصنع الجزء الخاص في مجال تخصصه من المنتج ده يعني مثلا لو ادينا مثال كده على لعب الاطفال اللي هي البسيطه دي نلاقي مثلا ايه قسم البلاستيك اللي موجود في المدارس يصنع الجزء البلاستيكي اللي موجود في اللعب ويجي قسم تاني يكمل برضه على نفس المنتج قسم الزخرفه مثلا او قسم الطباعه يبدا ان هو يعمل او يطبع الرسومات اللي بتبقى موجوده على المنتجات دهيت على سبيل المثال زي ما قلنا لعب الاطفال ويعمل الالوان اللي بتتحط عليها والرسومات يجي قسم تاني زي قسم الالكترونيات يكون او يصنع الدايره الالكترونيه البسيطه خالص الصغيره ما تبقاش مكلفه اللي هتتركب في اللعبه الصغيره ديت بحيث انها تعمل مثلا زي ما قلنا صوت موسيقى او تعمل صوت او انوار فلاشر مثلا اضواء علشان تجذب انتباه الاطفال فبالتالي اشركنا تخصصات كتير مع بعض علشان تعمل المنتج ده وفي النهاية هيكونوا منتج كامل الصنع. المنتج ده بعد كده ممكن يتسوق ويجيب دخل. الفكرة هنا بقى في إن الطلبة ديت اللي تعلموا إن هما يعملوا المنتجات دي لما يتخرج ويخلص الدراسة بتاعته طبيعي هو هيبقى هيجي في باله إن هو ليه ما يعملش شغل لنفسه؟ وليه ما يعملش مشروع صغير زي اللي اتعلمه في المدرسة بتاعته؟ مع المشاركه طبعا مع بعض زمايله اللي كانوا في التخصصات الثانيه ويقدروا يعملوا مشروع صغير زي كده ويعملوا منتجات تامه الصنع وتتباع وتحقق دخل ليهم وتساعد في النمو الاقتصادي. وبالتالي لا احنا هنفكر نستورد المنتجات دي تاني ولا هندور على فرص عمل كتير للطلبه الخريجين دول لإن إحنا كده وفرنا لهم فرصة عمل من وهم لسه في الدراسة. فيعني أنا بتمنى اه إن إحنا نشوف الكلام دوت في الفترة اللي جاية وتبقى مدارسنا فعلا تبقى مدارس منتجة. اه طبعا الطالب بقى علشان اه يحقق الكلام دوت زي ما قلت إن في مادة مهمة جدا بيدرسها اللي هي مادة التخطيط وإدارة الإنتاج. ويمكن للأسف في بعض الطلبة يعني أو نسبة منهم ما بتهتمش بالمادة ديت على أساس أنه هو يعني هو مش شايف أنه هو هيستفيد منها مع أن بالعكس زي ما كنت لسه بقول دلوقتي أنه هو أن المادة دي بتعلمه إزاي يخطط وإزاي ينفذ مشروع خاص لنفسه فطبعا أول حاجة في المادة ديت بتتكلم على إيه؟ بتتكلم على دراسة الجدوى زي ما احنا قلنا من شويه ان اي شخص عايز يعمل مشروع لنفسه قبل ما يبدا ياخد خطوات فعليه في التنفيذ لازم الاول يفكر ويشوف ايه المشروع اللي هو عايز يعمله دوت وفكره المشروع ومدى الحاجه لاقامه المشروع الناس محتاجينه ولا لا والخامات اللي هيحتاجها متوفره ولا لا وايه هي المنتجات اللي هيحتاجها او المنتجات اللي هيصنعها والاماكن اللي هيسوق فيها المنتجات ديت والعماله اللي هيحتاجها علشان ينفذ بيها المشروع وتشغل المشروع لازم يفكر في الكلام ده كله في البدايه ولازم يفكر كمان ويعمل دراسة جدوى الدراسة دي توضح له نسبة الربح أو العائد المتوقع من المشروع قد إيه علشان ما يجازفش وبعد كده المشروع يفشل منه. فيبقى أول حاجة لازم يعملها لازم يعمل دراسة لازم يعمل دراسة الجدوى. طيب زي ما قلنا دراسة الجدوى معناها إيه؟ بنقول هي دراسة بنستطيع من خلالها أن نحدد الاستثمارات المطلوبة للمشروع والعائد المتوقع منه. تعالوا نبص مع بعض كده. دراسة الجدوى معناها هي دراسه نستطيع من خلالها أن نحدد الاستثمارات المطلوبة للمشروع والعائد المتوقع منه ومدى نجاح هذا المشروع. طيب ما هي أهمية دراسة الجدوى؟ زي ما كنت لسه بقول من شوية دراسة الجدوى أهميتها التعرف على احتياجات المشروع وفرص نجاحه. يعني لازم أحدد احتياجات المشروع إيه؟ سواء إذا كان رأس مال محتاجه أو المواد الخام اللي هنحتاجها أو الأماكن اللي هنسوق فيها المنتج بتاعنا العماله اللي هنحتاجها وفرص نجاح المشروع والعائد المتوقع منه. طيب تاني حاجه من أهميه دراسه الجدوى إنها بتعتبر ضمان للجهه الممولة على نجاح المشروع وتحقيق عائد استثمار جيد. طيب أي يعني ايه يعني الشخص اللي هيجي يعمل المشروع دوت راس المال اللي هيستخدمه اللي هيعمل بيه المشروع هيكون راس مال شخصي بتاعه هو ملكه ولا هياخد قرض من بنك مثلا او في شركاء داخلين معاه طبيعي لما يروح ياخد قرض من البنك لازم البنك يتاكد ان الشخص ده هيعمل مشروع كويس وفرص نجاحه عاليه فهيحقق ارباح فالبنك يسترد القرض اللي هو اداهوله بعد كده. فطبيعي ان هو اول حاجه بيسال عليها بيقول له فين دراسه الجدوى بتاعه المشروع؟ لو لقى ان دراسه الجدوى كويسه والمشروع كويس وفرص نجاحه عاليه هيدي له القرض اللي هيعمل بيه المشروع بتاعه. طيب تعالوا نكمل ايه هي عناصر دراسه الجدوى؟ اول حاجه فكره المشروع يبقى لازم احدد فكره المشروع اولا. تاني حاجه مدى الحاجة إلى إقامة المشروع. يعني الناس محتاجين المشروع دوت والمنتجات اللي هينتجها بنسبة كبيرة ولا لا؟ ثالث حاجة الخامات الأساسية للمشروع. المشروع بتاعي إيه الخامات اللي أنا هحتاجها علشان يتم تصنيعها؟ وهل هي متوفرة ولا هجيبها منين؟ منتجات المشروع المنتجات اللي أنا هصنعها لازم أبقى محددها من البداية وأبقى عارف مواصفاتها إيه. العناصر الفنية للمشروع المشروع بتاعي طبعا مش معقول أنا هشغله لوحدي لازم هيبقى فيه عناصر فنية في مهندسين في فنيين هيشغلوا لي المشروع بتاعي فلازم أبقى محدد برضو العمالة وعدد ساعات العمل بالمشروع يعني المشروع بتاعي دوت أنا محتاج له عمال قد إيه وعدد ساعات العمل في اليوم كم ساعة لازم برضو نحددها من البداية ايه هي اقسام دراسه الجدوى في عندي نوعين في دراسه جدوى مبدئيه والتانيه اسمها دراسه جدوى اقتصاديه الدراسه المبدئيه معناها ايه معناها دراسه بسيطه استكشافيه للمشروع ولا تحتاج الى الفحص والتدقيق ولا يتم انفاق عليها مبالغ كبيره وبتعتمد على المقابلات الشخصيه يعني دراسه الجدوى دي دراسه ايه؟ دراسه بسيطه لا تتطلب الفحص او التدقيق. طب الدراسه البسيطه دي زي ما احنا قلنا انها استكشافيه للمشروع يعني ابدا اشوف كده بوادر كده اه المشروع اللي انا هعمله دوت والله الدراسه البسيطه اللي انا عملتها ديت آه قالت لي ان المشروع دوت هيبقى فرص نجاحه عاليه وهيحقق ارباح كبيره ولا لا؟ لو وضحت ان المشروع بتاعي فرص نجاحه عاليه بعمل بعد كده دراسه تانيه تفصيليه، الدراسه التفصيليه دي بقى بتناقش كل كبيره وصغيره بالتفصيل في المشروع بتاعي. اللي هي اسمها دراسه الجدوى الاقتصاديه. يبقى الدراسه الاقتصاديه معناها ايه بقى؟ الدراسه الاقتصاديه هي عباره عن اسلوب علمي، دراسه الجدوى الاقتصاديه اسلوب علمي لتحديد مدى نجاح فكره استثماريه قبل التنفيذ الفعلي. طيب ايه هي الجهات المختصه بتقديم التسهيلات عن دراسه الجدوى؟ يعني انا دلوقتي لو جيت اعمل مشروع وجيت اعمل دراسه جدوى هل هعمل دراسه الجدوى بنفسي؟ انا ممكن ما يكونش عندي خبره كافيه فبالتالي هتجه لجهات تساعدني علشان اعمل المشروع ده زي ايه بقى؟ وتعمل لي دراسه الجدوى. اول حاجه جهات حكوميه. الجهات الحكوميه ديت زي وزاره التخطيط الاداره المركزيه للمعلومات والإحصاء، الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، البنوك التجارية، وزارة الاستثمار، والبنك المركزي. أي جهة من الجهات ديت أنا لو استعنت بيهم علشان يساعدوني في عمل دراسة الجدوى هيرحبوا ويساعدوني في عمل دراسة الجدوى للمشروع ولو فكرة المشروع اللي أنا كنت عايز أعملها مثلا الفكرة مش لاقية نجاح مثلا أو في مشاكل بتقابلها هم بيقدموا لي كمان دراسات جدوى مبدئية لمشاريع تانية كتير ويناقشوني فيها بحيث أستقر على فكرة معينة خلاص وبعد كده بنبدأ في التنفيذ الفعلي للمشروع طب هل الجهات الحكومية بس هي اللي بتساعدنا في دراسة الجدوى؟ لا في مصادر تانية اسمها مصادر غير ميدانية. المصادر الغير ميدانية دي زي إيه؟ زي المعلومات والبحوث السابقة. المعلومات والبحوث السابقة يعني إيه؟ يعني بتشمل المعلومات والدراسات والأبحاث اللي تم نشرها سابقًا. سواء بقى في المجلات العلمية والمراجع العلمية أو الدراسات اللي بتنشرها المعاهد والجامعات زي الدراسات اللي بينشرها بعض الباحثين يعني معناها دراسات ناس تانيين عملوها قبلي وموجودة طب أنا مش أقدر أستفيد منها؟ أقدر طبعا تاني حاجة من المصادر الغير ميدانية تقارير مندوبي البيع والموزعين تقارير مندوب البيع والموزعين احنا عارفين طبعا أن كل شركة بيبقى عندها قسم للمبيعات وعندها مندوبين للمبيعات وهم طبعاً اللي بيتعاملوا مع الجمهور وبيسألوهم عن آرائهم واقتراحاتهم ولو في مشاكل في المنتج أو السلعة بيقدروا يعرفوا إيه هي المشاكل اللي بتواجههم ديت وبيسجلوا الكلام ده كله في تقارير إحنا نقدر نستفيد برضو من التقارير ديت اللي بيكتبها مندوبين البيع والموزعين فعمل دراسة الجدوى علشان نقدر نحدد المنتجات اللي احنا هننتجها واذا كان في مشاكل بتواجه العملاء نقدر ان احنا نتداركها مستقبلا ونتغلب على المشكلات اللي بتواجههم دي. تالت حاجه البيانات والاحصاءات الرسميه ودي بتتمثل في البيانات اللي بتنشرها الجهات والهيئات والمؤسسات الاقتصادية والصناعية والزراعية والتجارية والمصالح الحكومية زي إيه؟ زي تعداد السكان تعداد السكان ده ما هو إحصاء وتصنيف عدد السكان طبعا على حسب الموقع الجغرافي وعلى حسب السن والمهنة والمستوى الاجتماعي والمستوى الاقتصادي وحاجات كتير أقدر أنا أستفيد برضو من الإحصائيات الرسمية دي اللي بتنشرها الجهات سواء كانت حكوميه او مؤسسات اقتصاديه زي ما قلنا واقدر ان انا استفيد منها في عمل المشروع بتاعي لان طبعا حاجه زي كده ودراسات زي كده هقدر اعرف تعداد السكان مثلا في المنطقه اللي انا عايز اعمل فيها المشروع، تعداد السكان كبير ولا قليل؟ المنتجات اللي انا هنتجها مثلا موجهه لمين؟ للشباب ولا للاطفال ولا لكبار السن؟ للرجال ولا للسيدات وهكذا. فإحصائية زي ديت طبعا هتفيدني جدا فعمل دراسة الجدوى وآخر حاجة المصادر الأولية أو الميدانية للبيانات والمصادر الأولية دي يعني معناها المصادر الفعلية للبيانات عن طريق طبعا تصميم استبيان يعني استمارة كده يبقى فيها بعض الأسئلة وبيتم توجيهها لعينة عشوائية من الناس يعني إحنا ما نعرفهمش ونوزع عليهم الاستبيان دوت وهم يجاوبوا على الاسئله وبعد كده بنقوم بتحليل البيانات اللي احنا حصلنا عليها واقدر اعرف اراء الناس ايه واقتراحاتهم من الاستبيان اللي احنا عملناه يبقى ديت اسمها مصادر ايه مصادر الغير ميدانيه طيب في بعض كام سؤال كده على الجزئيه اللي احنا قلناها بيقول لي هنا مثلا ايه اختار من المجموعه الاولى ما يناسبها من المجموعه الايه الثانيه بعض التعاريف او التعريفات الهامه زي مثلا كلمه التكنولوجيا او الحاجه يعني ايه التكنولوجيا معناها بنقول هي المسؤوله عن احداث التشغيل الامثل للمشروع وتحقيق اهدافه وتطويره يبقى كلمه التكنولوجيا معناها الطريقه او الاستراتيجيه اللي أنا هستخدمها علشان أشغل المشروع بتاعي بالطريقة المثالية علشان يحقق أهدافه وتطويره. طيب تاني حاجة التمويل يعني إيه التمويل؟ معناه المصدر الذي يعتمد عليه المستثمر في تجهيز المكان المُعد للمشروع. والتمويل زي ما كنا بنقول من شوية يعني المكان اللي هجيب منه رأس المال اللي هعمل بيه المشروع. والتمويل دوت ممكن يكون راس المال المملوك لصاحب المشروع وممكن يكون عن طريق القروض، القروض اللي احنا بناخدها من البنوك مثلا علشان نعمل بيها المشروع. طب تالت حاجه الاداره. الاداره معناها هي المسؤولة عن عملية التوجيه والقيادة والعمل على التنسيق لتحقيق اهداف الوحدة الانتاجية. يعني إدارة أي مشروع لازم تكون مسؤولة عن بعض النواحي والجوانب اللي بتساعد على تحقيق اهداف الوحده الانتاجيه علشان تحقق الارباح المنشوده زي عمليه التوجيه وعمليه القياده والتنسيق ما بين الوحدات المختلفه داخل الوحده الانتاجيه علشان تحقق اهدافها. التسعير معناه ان نضع سعر مناسب يغطي تكلفة الانتاج والربح. يعني معناها ايه؟ ان السعر احط سعر للمنتج يغطي تكلفة الانتاج، يعني كل التكاليف اللي اتصرفت على المنتج. زائد الربح اللي هو المكسب بتاعنا. طيب عملية التسويق معناها انها عملية تهتم بتحديد رغبة العميل والعمل على تلبية هذه الرغبة. يعني لازم ابقى عارف العميل هو محتاج ايه في المنتج. ايه المواصفات اللي هو محتاجها؟ واحاول ان انا البي له الرغبه ديت علشان يقبل على المنتج ويشتريه. في تعريف كمان مهم اللي هو المناطق الحره. يعني بنقول هي من اهم اليات التطوير السريع في اكتذاب الشركات التكنولوجيه العالميه لانشاء مراكز صناعيه عالميه فيها. يعني ايه؟ يعني الدوله بتوفر أماكن في المدن وخاصة المدن الجديدة توفر فيها الأراضي وكل المرافق والكهرباء والمية والغاز والطرق وتبدأ تقول للشركات الكبيرة شركات التكنولوجية العالمية تعالوا اعملوا مشاريع تكنولوجية كبيرة عندنا في المكان ده زي المصانع الكبيرة اللي موجودة في بلادهم طيب احنا هنستفيد ايه؟ يعني المصانع اللي هتتعمل دي المصانع الكبيره دي، مصنع كبير زي كده زي مثلا مصنع مصنع للسيارات مثلا مصنع للاجهزه الالكترونيه يكون مصنع حديث. المصانع الكبيره ديت طبعا بتستخدم تكنولوجيا متطوره ممكن ما ما تكونش موجوده عندنا. إحنا لما يعني نستعين بالشركات العالمية التكنولوجية ديت علشان يعملوا مشاريع كبيرة زي دي عندنا هنستفيد منهم طبعاً إن إحنا هنكتسب خبرة كبيرة وهتفتح كمان مجال لفرص العمل و... وتفتح كمان مجال لإنشاء مصانع متوسطة ومصانع صغيرة حواليها. ليه؟ علشان توفر لها القطع الصغيرة سواء إذا كانت قطع غيار مثلا أو منتجات صغيرة بتستخدمها المصانع الكبيرة دي فبالتالي هينشأ جنبها إيه صناعات تانية صغيرة زي ما قلنا أو صناعات إيه متوسطة وده كله هيساعد في نمو الاقتصاد المحلي طيب الفوائد من المناطق الحرة زي ما إحنا كنا لسه بنقول أهو أول حاجة إيه توفير فرص عمل بدخول مرتفعة تاني حاجة إنشاء كوادر بخبرات عالمية في مختلف المجالات خلق صناعات مغذية للصناعات العالمية تؤدي في النهاية إلى توطين التكنولوجيا المتقدمة يعني زي ما قلنا المصنع الكبير ده هينشأ جنبه مصانع تانية صغيرة علشان توفر له المنتجات أو القطع الغيار اللي بيحتاجها في التصنيع رابع حاجة إنعاش الاقتصاد المحلي بما يقدمه من خدمات وسياحة طيب إحنا كنا بنتكلم من شوية وفي بداية الحلقة على الصناعات الصغيرة وقلنا يا ريت إن يعني شبابنا يتجهوا للاتجاه دوت إن هم يفكروا إزاي يعملوا مشاريع وصناعات صغيرة حتى لو كانت برأس مال بسيط وصغير هيقدروا يوفروا لنفسهم طبعا فرص عمل زي ما قلنا ويكبروا واحده واحده وفي يوم من الايام ان شاء الله ربنا يوفقهم ويبقوا من رجال الاعمال الكبار. ايه بقى خصائص الصناعات الصغيره ديت؟ اول حاجه بنقول انها بتعتبر وسيله فعاله للاستثمار الجغرافي الصناعي. يعني معناها ان الصناعات الصغيره ديت وسيله فعاله للاستثمار الجغرافي يعني انها بتستثمر في المنطقة الجغرافية كل منطقة على حسب المواد والمستلزمات والمواد الخام المتوفرة في المكان ده. يعني مثلا لو جينا في منطقة ريفية مثلا فهنلاقي المشروعات الصغيرة اللي ممكن تتعمل ايه؟ بالتالي مشروعات هتبقى زي مثلا مشروعات للأغذية المحفوظة مشروع مثلا لمنتجات الألبان فهنلاقي إن المشروع بيستخدم المنتجات او المواد الخام مثلا والمسلزمات المتوفره في المكان ده لكن لو رحنا لمدينه تانية ما هي زراعيه فبالتالي هنلاقي الصناعه اللي ممكن تتعمل او المشاريع اللي ممكن تتعمل فيها تكون مختلفه على حسب برضو المواد المتوفره فيها زي ما احنا عارفين ان في مدن عندنا بتشتهر طبعا بصناعه الاساس زي مدينه دمياط مثلا والاخشاب يبقى كل مدينة على حسب المواد اللي هي المواد الخام اللي متوفرة فيها. فنقدر إن إحنا نستخدم الصناعات الصغيرة اللي هي هتعتمد على المواد اللي متوفرة دي. تاني حاجة تستطيع أن تتكيف وتتميز بسهولة التطويع طبقًا لاحتياجات الأسواق. يعني معناها إن الصناعة الصغيرة دي بقدر ان انا اغير فيها وفي المنتجات بتاعتها وفي المواصفات بتاعتها على حسب احتياجات الاسواق والعملاء اللي الناس عايزينه ثالث حاجه من خصائص الصناعات الصغيره انها بتتيح فرص كبيره للعماله وبتكلفه راس ماليه منخفضه احنا قلنا من شويه انها بتوفر لي طبعا فرص عمل للشباب الخريجين وما بتحتاجش طبعا راس مال كبير في البدايه لان هي اساسا صناعات ايه صغيره رابع حاجة بتعتبر حلقة الوصل بين المشروعات الكبيرة ومصادر الخامات زي ما إحنا قلنا من شوية إن الصناعات الصغيرة دي ممكن تاخد المواد الخام وتصنعها تعمل بيها قطع غيار مثلا أو مستلزمات بتحتاجها المصانع الكبيرة النقطة اللي بعديها من خصائص الصناعات الصغيرة برضو إنها بتقوم على توفير احتياجات الصناعات الكبيرة من الأجزاء والمكونات طيب دلوقتي في عوامل ممكن تؤدي إلى فشل المشروعات في تسويق منتجاتها. يعني ممكن حد يعمل مشروع وممكن يكون المشروع ده كويس جدا بس ما يلاقيش نسبة كبيرة من النجاح ويفشل في تسويق المنتجات بتاعته. طيب اه إيه العوامل اللي ممكن تؤدي لفشل المشروعات في تسويق منتجاتها؟ أول حاجة عدم دراسه السوق. شوفوا احنا من بدايه الحلقه قلنا اهم حاجه نعمل دراسه الجدوى. يعني اي حد بيعمل مشروع للبدايه لازم يعمل تخطيط يعني يضع خطه و... ويعمل دراسه للمشروع قبل التنفيذ الفعلي. لو في حد بقى جازف وابتدى ان هو يعمل مشروع ومعملش دراسه مبدئيه او دراسه جدوى كويسه في البدايه. ممكن تقابله مشاكل والمشروع دوت يفشل و... وما يعرفش يسوق المنتجات بتاعته ليه؟ علشان ما عملش دراسه مبدئيه تكون كويسه ويناقش فيها كل الجوانب اللي احنا اللي احنا قلناها علشان ينفذ المشروع بتاعه. يبقى من اول العوامل اللي بتؤدي لفشل المشروعات في تسويق منتجاتها عدم دراسه السوق. تاني حاجه عدم وجود نظام لمعلومات التسويق. عدم وجود نظام لمعلومات التسويق. يعني المصنع مثلا او المشروع بتاعي ما فيهوش قسم للمبيعات كويس، مش عارف اعمل دعايه، مش عارف اسوق المنتج بتاعي. ثالث حاجه كميه انتاج اكثر نسبيا مما يستوعبه السوق المحلي. يعني معناه ان المشروع بتاعي بينتج كميات كبيره من المنتجات لكن الناس مش محتاجه الكميات الكبيره دي كلها. محتاجة كمية قليلة أو نصها مثلا فبالتالي نص المنتجات هيتباع والنص التاني هيفضل عندي فبالتالي هخسر رابع حاجة ارتفاع تكاليف الانتاج طبعا تكاليف الانتاج زي ايه؟ تكاليف الانتاج زي اسعار المواد الخام اللي انا بستخدمها الاجور بتاعة العمال في استهلاك للكهرباء واستهلاك للعدد في عندي مثلا لو الارض بتاعت المصنع دي مش ملكي لو بدفع لها ايجار مثلا بدفع ضرائب ففي تكلفه كبيره التكلفه دي لو كانت ما بتغطيش سعر المنتجات بالارباح بتاعتها فبالتالي تكلفه المنتج هتبقى كبيره عليا والمنتج دوت الناس مش هترضى تشتريه لو انا رفعت السعر بتاعه عشان اغطي التكلفه الكبيره بتاعه الانتاج فبالتالي المشروع بتاعي هيتعرض للفشل يبقى ارتفاع تكاليف الانتاج والنقطه اللي مرتبطه بيها ارتفاع الاسعار نتيجه ارتفاع تكاليف الانتاج النقطه اللي بعديها عدم المطابقه للمواصفات يعني لو انا بنتج منتجات والناس مش محتاجينها او مش محتاجين المواصفات دي انا بنتج مواصفات مختلفه هل الناس هتشتريها طبعا لا فبالتالي المشروع بتاعي هيتعرض للفشل واخر نقطه انخفاض الجوده يعني معناها لو انا بستخدم مواد خام رديئه التشطيب بتاع المنتج بتاعي وحش فبالتالي في عيوب في المنتج الناس مش هتقدر تشتريه يبقى العوامل دي كلها ممكن تؤدي الى فشل المشروعات ناخد في كام سؤال كده برضو على الجزئية ديت ومتعلقين بيها بيقول لي صح ضع علامة صح أو علامة خطأ أمام العبارات الآتية تفشل المشروعات في تسويق منتجاتها بسبب عدم دراسة السوق احنا لسه قايلينها الإجابة صحيحة طيب تاني حاجة التخصيص هو أحد المبادئ الاقتصادية الحديثة في الإنتاج لرفع الإنتاجية طبعا إجابة صحيحة ليه؟ لأنه كل ما يكون الـ كل شخص او كل عامل في المصنع ليه تخصص معين ومتخصص في مهنه معينه او وظيفه معينه بيؤديها درجه الكفاءه بتاعته هتبقى عاليه وبالتالي هنرفع الانتاجيه بتاعه الفرد داخل الشركه التسويق عبارة عن عملية لا تهتم بتحديد رغبة ما عند العميل إجابة طبعا خطأ لان احنا قلنا من شويه ان التسويق عباره عن عمليه بتهتم بتحديد رغبه العميل والعمل على تلبيه هذه الرغبه الخصومات الموسميه على المنتجات تعطى خلال مواسم الشراء النشطه طبعا الاجابه هنا هتبقى خاطئه لان الخصومات الموسميه على المنتجات بتكون في مواسم الشراء الغير نشطه يعني بعد نهايه الموسم ومفيش اقبال من العملاء على شراء السلعه بتتجه طبعا الشركه انها تعمل تخفيضات على المنتجات بتاعتها علشان الناس تقبل عليها تشتريها. الضوضاء هو كل صوت عالي غير مالوف او صوت مزعج يمكن التحكم فيه. طبعا هي الضوضاء كل صوت عالي وغير مالوف ومزعج ولكن الضوضاء لا يمكن التحكم فيها يبقى الاجابه هنا تبقى خاطئه لان لو انا قدرت اتحكم فيها ما تبقاش ضوضاء سؤال تاني برضو بيقول لي اختار من المجموعة واحد ما يناسبها من المجموعة اتنين دراسة الجدوى على بقى الجزئية اللي احنا اتكلمنا عنها يعني ايه دراسة الجدوى بنقول هي دراسة نستطيع من خلالها ان نحدد الاستثمارات المطلوبة للمشروع طيب تاني حاجة دراسة الجدوى المبدئية هي دراسة بسيطة لا تتطلب الفحص والتدقيق التفصيلي ولكن بتعتمد على المقابلات الشخصية مع رجال البيع والمسؤولين في الحكومة والغرف التجارية. دراسة الجدوى الاقتصادية هي اسلوب علمي لتقدير احتمالات نجاح فكرة استثمارية قبل التنفيذ الفعلي. تقارير مندوب البيع هي تقارير طبعا بيحدد فيها مدى رضاء العملاء عن السلعة وأراءهم واقتراحاتهم آخر واحدة المصادر الحكومية من الجهات القائمة بتقديم التسهيلات عن دراسة الجدوى طيب احنا عارفين ان في المشروعات او في اي مشروع او مصنع لازم يبقى فيه مخازن والمخازن النشاط الأساسي داخلها حاجة اسمها المناولة، المناولة يعني معناها الحركة الدائبة للأصناف والنشاط الأساسي داخل المخازن، من ساعة وصول المواد إلى المخزن إلى ساعة خروجها منه، يعني المناولة يعني معناها إن إحنا بننقل الأصناف والمواد من مكان لمكان آخر داخل المخزن، من ساعة وصول المواد إلى ساعة إيه؟ خروج المواد من المخزن. لإن المواد الخام زي ما احنا عارفين بيتم طبعا توريدها من خلال موردين وبعد كده بتتصنف داخل المخازن وكل صنف بيبقى ليه مكان وليه طريقة تخزين مناسبة وبعد كده المواد ديت أو المستلزمات بيتم طبعا قيدها في الدفاتر عشان يبقى معروف كل صنف وكل نوع الكميات الموجودة متوفرة منه قد إيه وبعد كده بيتم صرف المواد ديت للمصنع علشان يتم انتاجها وتبقى منتجات تامة الصنع وبعد كده المنتجات ترجع تاني للمخزن علشان يتم اعدادها للشحن علشان يتم تسويقها وتتنقل للمعارض فيبقى المناولة هنا هي الحركة الدائبة يعني المستمرة والنشاط الاساسي داخل المخازن من ساعة وصول المواد الى ساعة خروجها منه طيب المناولة ديت في منها نوعين مناولة آلية ومناولة يدوية. المناولة اليدوية طبعا معناها باستخدام الايدي العاملة ودي طبعا لا يتم او لا يمكن الاستغناء عنها وبتبقى طبعا بتستخدم للاصناف نقل الاصناف الخفيفة. لكن المناولة الآلية باستخدام المعدات والاوناش وهنا طبعا يمكن من خواص المناولة الآلية انها بتقلل لي في عدد الايدي العامله. عناصر المشروعات بقى اي مشروع هنعمله بيتكون من اربع عناصر اول حاجه راس المال وراس المال معناه هو كل المبالغ النقديه اللازمه لاقامه المشروع وبينقسم راس المال الى نوعين راس مال ثابت اللي هو زي الارض والمباني والمعدات والتجهيزات، يعني معناها راس المال اللي انا هشتري بيه الارض والمباني والمعدات ده هيتصرف مره واحده وهتبقى ثابته، فعشان كده بنسميه راس مال ايه؟ ثابت. تاني حاجه راس مال عامل اللي هي بقى الفلوس اللي بتتصرف على الخامات واجور العمال وعمليات التسويق. فدي زي ما بنقول فلوس شغاله في السوق راس مال شغال. يعني كل لما نصرف في المواد ديت اذا كانت مواد خام مثلا او على اجور العمال او في عمليات التسويق ب... بنكسب اكتر. لان طبعا كميه الانتاج بتزيد وبنحقق ارباح اكتر. تاني حاجه الالات والتجهيزات. وهي طبعا كل ما يلزم من ماكينات ومعدات لانتاج السلعه. العماله هم كل الافراد اللازمين لتشغيل المشروع. ورابع حاجه التكنولوجيا وهي المسؤولة عن احداث التشغيل الامثل للمشروع وتحقيق اهدافه وتطويره مع احدث مستلزمات العصر. يبقى الاربع عناصر دول هم عناصر ايه؟ المشروعات، اي مشروع لازم يتكون من الاربع عناصر دول. انواع المشروعات بقى لو جيت أصنفهم من حيث نظام الإنتاج أو تنظيم الإنتاج هصنفهم لإيه؟ أول حاجة نظام إنتاجي علمي، تاني حاجة نظام الصناعة العائلية، نظام الحرف اليدوية، ونظام الورش. طب لو جيت أصنف المشروعات من حيث الشكل القانوني هصنفها لإيه؟ هصنفها لملكية فردية أو شركة فردية ملكية محدودة وملكية عامة وشركة مساهمة أو شركة توصية إيه؟ بسيطة. طيب أنا ممكن أصنف المشروعات كمان من حيث الشكل أصنفها لإيه؟ في مشروعات صناعية زي مختلف أنواع الصناعات وفي مشروعات تربوية أو تعليمية زي مثلا إنشاء المدارس والمعاهد والجامعات. في مشروعات مثلا تسويقيه. ودي بقى هنا زي مثلا شركات الاستيراد والتصدير. دي شركات بتبقى مبيعات. خلاص؟ فديت بنسميها ايه؟ مشروعات تسويقيه لكل مختلف المنتجات. وفي مشروعات زراعيه. المشروعات الزراعيه زي مثلا المنتجات الزراعيه وزي الثروه الحيوانيه والثروه السمكيه كل ديت طبعا بتبقى تبع المشروعات الايه الزراعيه في عندي مشروعات خدميه يعني المشروعات الخدميه ديت زي مثلا قدم لي خدمه للناس زي خدمه نقل الركاب مثلا ونقل البضائع زي الكهرباء زي الميه زي الاتصالات فكل ديت خدمات برضو هي مشروعات بس بنسميها مشروعات ايه؟ مشروعات خدميه. في عندي كمان مشروعات سياحيه زي ما احنا عارفين زي القرى السياحيه مثلا وزي انشاء الفنادق والبازارات السياحيه. في مشروعات طبيه زي المشروعات اللي هي بتكون مسؤوله عن انشاء المستشفيات مثلا والمعامل الطبيه وغيرها كتير. طيب كده احنا ايه صنفنا انواع المشروعات اه في اه يمكن مشكلة مهمة بتقابل بعض المشروعات اللي هي مشكلة الديون المتعسرة يعني ممكن الشخص ياخد اه قرض من البنك وما يقدرش يسدد القرض ده فايه الحل يعمل ايه لان القرض طبعا لو ما تسدش الارباح والفوائد اللي عليه اه بتزيد ويبدا البنك طبعا يخش معاه في قضايا ويحجز على المشروع وممكن كمان يبيعه علشان يسترد القرض بتاعه فايه هي بقى الحلول المقترحه لحل مشكلات الديون المتعسره اول حاجه بيع الاصول مثل المباني واعاده استئجارها يعني معناها ايه معناها ان المشروع اللي عندي اللي انا كنت واخد قرض بضمانه ومش عارف اسدده ممكن اروح بايع المباني او الارض بتاعه المشروع ولكن استاجرها تاني من الشركه اللي انا بعتها لها ويفضل برضو المشروع بتاعي في حوزيتي وشغال وبينتج وكل حاجه ولكن بس ملكيته هي اللي اتنقلت ما بقاش ملكي لا بقيت انا ماجره والفلوس اللي انا بعت بيها الارض بتاعه المشروع دي اقدر ان انا اسدد بيها القرض وبعدين اقدر بقى بعد كده اخد قرض تاني او ان انا بعد ما احقق بعض الارباح ممكن ارجع استرد الارض تاني بتاعه المشروع او افكر في عمل مشروع تاني واكبره يبقى بيع الاصول واعاده استئجارها تاني حاجه وضع سقف للفوائد المتراكمه على الديون يعني من الحلول المقترحه برضه لحل مشاكل الديون المتعسره ان يتحط سقف للفوائد المتراكمه يعني مش معقول واحد كان واخد قرض بمليون جنيه من البنك بعد فتره حصل عنده مشاكل المصنع فيه مشاكل ما بيقدرش يسدد الاقساط والفوايد اللي على القرض فبيفضل يتضخم ويزيد لحد ما يبقى اضعاف القرض اللي كان واخده يعني كان واخد قرض بمليون جنيه ممكن يبقى 10 مليون فالكلام ده يعني مش منطقي فهنا بقى تم وضع ايه حل من الحلول ديت وهو وضع ايه؟ سقف للفوائد المتراكمة على الديون بحيث انها ما تزيدش عن حد معين يعني. ثالث حاجة تحويل الديون إلى حصص في ملكية الشركات. تحويل الديون إلى حصص في ملكية الشركات، يعني البنك اللي كان ليه ديون عند المستثمر مثلا يقدر ياخد بالديون ديت حصة أو نسبة من ملكية الشركة ويقدر ان هو يساعد كمان في تطوير المشروع ده في حاجة اسمها الترويج طبعا اللي هي ترويج المنتجات والدعاية وطرق مختلفة لعملية الترويج ودي من الحاجات المهمة طبعا في إقامة المشروعات الترويج معناه هو الدعاية والتنسيق بين جهود البائع في إقامة منافذ للمعلومات وتسهيل بيع السلعة أو قبول فكرة معينة طيب طرق الترويج تنقسم الى المنشورات والمطبوعات والاعلانات والانشطه الترويجيه زي المعارض والمسابقات وعقد المؤتمرات والتحدث للجمهور كل الطرق دي طبعا من طرق الترويج والدعايه للمنتجات علشان طبعا آه نقدر نعمل عمليه تسويق ونفتح اسواق جديده علشان نقدر نحقق ارباح اي مشروع بيبقى فيه طبعا اداره اسمها اداره المشتريات اسمها اداره المشتريات واداره المشتريات ديت طبعا ليها وظائف مهمه ويمكن من اهم حاجه ليها المحافظه على تموين المنشاه بما يلزمها من مواد ومهمات والات يعني هي اللي بتشتري كل المستلزمات وكل المواد وكل الالات اللي بيحتاجها المشروع، وتخفيض راس المال المستثمر في المواد والمهمات او المشتريات، منع تكرار ما يؤدي الى تراكم الاصناف، والمحافظه على مستوى الجوده، وشراء مستلزمات المنشاه باقل تكلفه مع مراعاه الجوده المطلوبه، والمحافظه على المركز التنافسي للمنشاه لتحقيق الارباح المناسبه. يمكن اتكلمنا النهارده كده يعني. بشكل عام على كيفية إنشاء المشروعات وإزاي نعمل دراسة جدوى وإيه هي العناصر الهامة لدراسة الجدوى ويمكن وقتنا يعني قرب يخلص فإن شاء الله يكون لنا حلقات تانية ونتقابل تاني ونكمل الموضوعات اللي إحنا كنا بدأناها ويمكن بقى لنا كام حلقه كده بنتكلم على الاقسام المختلفه في التعليم الفني وبنعرف الطلبه عندنا ايه المواد اللي هم بيدرسوها وبتساعدهم ازاي في الحياه العمليه بعد كده بحيث ان الطالب يبقى داخل التعليم الفني وهو عنده رغبه ودرايه بايه اللي هيدرسه وهيبقى ايه في المستقبل وربنا يوفقكم واشوفكم ان شاء الله على خير في الحلقات القادمه والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته